صباح الخير بنات، صباح الخير صحباتي الزوينات. نتمنى ان شاء الله تكونوا بتمام بالصحه والعافيه. اليوم جبت لكم واحد المنتوج اللي زوين بزاف، اللي تيخلي واحد البريق، واحد اللمعان، واحد البياض ما نقولش لكم في الاسنان. حيدوا تالي البشره، ندوزوا للاسنان تاني، لان ملي تبيضي الوجه ديالك وتتقادي وتصوبي ملي تخرجي ديري واحد الابتسامه تقول الله على اسناني كي دايرين، خاصني نمشي للدونتيس، خاصني ندير شي حاجه. والحل بين يديك البنات، الحل بين يديكم انكم تختاروا واحد المنتوج اللي زوين، تختاروا واحد الحاجه اللي ترجع لكم بالمنفعه. جبت لكم اليوم واحد البندوبوش وبودغ والدونتيفريز اللي تيردوا الاسنان، ليهم واحد اللمعه تحيد ديك التصبغات، ديك الصفوريه اللي تكون في السنان، تيعتني بالمينا تاعت الاسنان. كيف تنعرفوا حنايا المينا هي اللي تكون بيضاء، والداخل المينا تتكون واحد الطبقه صفراء، من دي ما تبقاش تحكي سنانك وما تتعتنيش بهم، ديك المينا تتبدا تضعف، تتبدا تبان الصفوريه في الاسنان، تبدا تاني فاش تاكلي الاكل وتاكلي داك الماكله تتولي ترسب ليك الماكله في فمك، تتولي تعطي واحد الرائحه كريهه في الفم. على احسن البنات تبروسي سنانكم، وجبت لكم بندوبوش لان شحال من حاجه تبروسي سنانها وتتنسل ديالتها، تتخليها تتولي مورمه، تتولي تلقى ليها الدم، تتولي تدير لها واحد الرائحه كريهه في الفم. ديروا البندوبوش البنات باش تجمطوا ديك اللثه، تجمعوها ما تتبقاش مبزبزه، ما تتبقاش مورمه. من الاحسن البنات تعتنيوا بالاسنان ديالكم وتعتنيوا بالابتسامه ديالكم باش دائما تكون بيضاء. مرحبا بكم البنات، ما تنساوش ديري لايك، مرحبا والف مرحبا. ها هو يا البنات الدونتيفريس العجيب اللي زوين بزاف، شاربون كوكو لي بلونشور، زوين بزاف، تيخلي واحد الابتسامه عندك بيضاء لامعه زوينه بزاف، تحيد تصبغات البنات ديال الاسنان، تحيد ديك الصفوره. هاد تيب زوينه بزاف، فيها 100 غرام اللي ملي تتفتح تتبقى 12 شهر، يعني سنه كامله، تتعطي واحد البياض واحد اللمعان الاسنان، تتولي عندك واحد الضحكه عجيبه يا ربي، تتبان بالاسنان كالجوهر كيف تنقولوا حنايا السفيانيات. هاد تيب تتدي ليك البنات، ولكن راه زوينه وخطيره، تتبيض لك الاسنان، ومعروف ان له شاربون تحيد الكاركر، تحيد البلاك، تحيد ديك الصفوره، التصبغات تحيدها، راه زوينه البنات. كاين واحد البودر اللي غزال، ها هو يا البنات بودر اللي تديري البروس ادون فيه وتتبروسي سنانك وتتحكيهم، خاصك تتعلمي الطريقه ديال الحكه اللي تحكي بها سنانك البنات، لانك داك انت ما تعرفيش تحكي سنانك راه بحال ما تديري والو، حتى تدي الشيته وتجيبيها تحكي سنانك بهذا البودر، وتتعاودي بالدونتيفريس او باللي تسالي الدونتيفريس تشلي سنيناتك وتشلي فمك وتتقاليك اللثه. اللثه يا البنات اللي خاصكم تعالجوا حتى هي، راه باش ما تبقاش لكم ديك الرائحه الكريهه، راه ماشي هي تبروسي سنانك وصافي، خاصك حتى انك ديري البندوبوش باش تعالجي اللثه ديالك، ما تبقاش لك داك الدم اللي يدير لك الريحه الكريهه في الفم ديالك، لدرجة انك تكلمتي مع شي حتى تعطي الريحة زوينة، تحيد لك ديك الرائحة الكريهة. هاد البندوبوش راه زوين بزاف البنات، على الأقل استعملي غير خطرة في النهار، مرة وحدة في النهار البنات، تستعملي البندوبوش من الصباح للصباح، تتشديه تديريه في الما دافي أولا غير الما عادي، تا ما بغيتيش أنا لا تدفي الما ديري غير الما عادي، فيه 300 ml، يعني راه تيب راه فيها قياسها مخير، يعني اما تديري 10 او 15 او 15 ml، من الاحسن ديري 10. علاش؟ اذا كنتي تستعملي هاد القرعه بوحدك وديالتك بوحدك راه غديك مده شهر، 10 في 30 يوم راه هي 300 ml، راه زوينه البنات، خطير خطير خطير، ما تخليش ليك الكالكير، ما تخليش دوك اللثه انها تبقى عابره بالدم، تكون بزبزه. جربوا هاد لاكاب اللي وريتكم راه زوينه، وردوا عليا الخبار، وتكون عندكم واحد الابتسامه عارضه دائما ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم المنتوج البنات، ويكون راق الاحسان ديالكم وراق الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تجربوه، تردوا عليا الخبر في لي كومونتير، واعتنيوا بالسنينات ديالكم البنات، كل شيء على الابتسامه، الابتسامه تترد الحيويه والنشاط في الحياه اليوميه. بسلام عليكم البنات، ما تنساوش ديالي لايك وتابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد، مرحبا بكم.